بعد 20 عاما منذ صدور قرار صرف الأراضي لموظفي الجمعية السكنية للكهرباء، يتفاجأ هؤلاء المحتجون بأن تم الاستيلاء على ممتلكاتهم التي صرفتها لهم الحكومة بطريقة قانونية منذ تسعينيات القرن الماضي. إلا أن غياب القضاء جعل العابثين ينفذون مخططاتهم دون أي رادع أمني. نتفاجأ بأن هناك متنفذ يريد أن يسطو على هذه الجمعية، وعندما حصلنا على توجيهات بضبط هذه الجهات نتفاجأ بأن لديه حكم من عام 2004 ولم يظهر هذا الحكم خلال فترة السنوات هذه كلها، رغم أن احنا كنا على الأرض نشتغل ونعمل مسوحات ونعمل إجراءات مشان الموظفين. بدأت القضية في عام 2004 بقيام أحد المتنفذين إشهار حكما جائرا غيابي محاولا تنفيذ البسط على هذه الأراضي في هذا العام، ما أثار موظفي الكهرباء وجعلهم يستأنفون الحكم والقيام بهذه الوقفة أمام مبنى المحكمة بعدن. مؤشر أو مخطط لتنفيذ محاولة السطو على أراضي الجمعيات كلها، لذلك نحن نوجه نداءنا في هذا المناسبة، نحن انتظمنا هذه الوقفة الاحتجاجية للتأكيد أمام الجهات المختصة وأمام القضاء على وجه الخصوص اللي نحن نسقنه بيلتزم للقوانين والتنفيذ الحق وليس الباطل لسرعة الوقف، لأنه نحن متوقفين منذ أن بدأوا يعني يوقفون العمل حق المغاول والمختصين من الأراضي على الأرض. نريد حقنا، فإلى متى سنظل بالإيجار؟ هكذا تقول إيمان من أمام محكمة الاستئناف التي كانت تنتظر مع زملائها وقت جلسة المحاكمة لاستئناف الحكم الذي يأملون من خلاله بأن يرجع الحق لأصحابه. الآن لنا 27 سنة البقعة طبعا ما سلمناهاش، وعيالنا كبروا وتزوجوا، عيالنا إيجار، نحن إيجار، لا متى بنوصل لهذا الحل؟ متى بتحل مشاكل نحن هذا؟ هل الحكومة بتحلها أو الجمعية السكنية بتحلها أو المحكمة بتحلها؟ تختلف الحقوق والمستحقات المطالب بها، لكن لا تختلف السبل هنا في عدن، لطالما تكررت الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها مجموعة من أستشعروا الظلم بحقهم. هنا وأمام محكمة الاستئناف يقف هؤلاء لمحاولة إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق الأراضي المنهوبة وإرجاعها لملاكها الأساسيين منذ 20 عام. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.